جنتي عبر الزمان ولو جنتي بدني سيدتي في سمين اي بدني سيدتي في سمين حقلقوا حقلقوا قالنا اسميك اصبحت اصبحت مجاوب فيك ولكن ولا يا ربي هو الخلاص بما تاسس فكجبت الهند مكي سنه بنيا مكي سجرا نبني الاسلام نبني كلمات حي على السلام حي على الفلاح جدود النيا بيده قال اسوي يجا بك خيري الدل خيري اسي الدل ملكي اسي الدل عقودي اسي كلام قلتني هندينا ويا ويا ما ترولا سلا قلتني هكذا مرفت جنينا وفي تلاحظت هكذا مرفت جنينا قال ما نقلتني ويتين أصبري أن ويتين أسنيقاً قدم الرأي يجعل كلا قرطني أما ويام ويا جمعتي قدم سيدا قرطني حافين رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديثة كيزتني قرطني واهي ويا جمع كنا دبتني نمني ساعة دماتي تديني قرام جمعنا فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كمشا نقرا نمني روسا دفات ديمي أكنما رئي قافة مصدقة ديمي نمني أفرفت ديمي كأنما قرب دجاجة أكنما نقوصة دقتي أوليتي نمني روسا نفات فكأنما قرب بيضة أكنما كليسة دقتي تجي النبي ربي عليه الصلاة والسلام يوم ساعتين تبرني ويتقرتني خطبان إمام لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جديء البيت وإنت إمام لي خطبة رتي البيت ملايكا بالبلاء مسيطة إلتها أنينا مقال ميسان يكتبون الأول فالأول كالباك الباك الميسان من سني طوّق صحفهم ورقاه في مرانين جاءوا يستمعون الذكر إسالي اللي قرتني خطبة تسوى صحفانين نبسني قال ميسان إنه هو نونسا الله أعلم يجب كذا في عباد الله وياك ركيزتني اتياري فجم برماجزان تنقرتني تورسيا وقيا كنا وقيا جمعاتي